السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام، مشاهدي القنوات السعودية الرياضية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الرياضية. كما عودناكم كل ثلاثاء نطل عليكم من عروس البحر الأحمر مدينة جدة، تحديدا مقر تلفزيون جدة، لنبحر معكم في برنامج وحلقة خاصة من برنامج صباح الرياضية. ساعة ونصف نتحدث فيها عن العديد والعديد من المواضيع الرياضية، نتحدث عن الرياضات المختلفة، نتحدث عن المواضيع الطبية المتخصصة رياضيا، نتحدث عن المشاريع الهندسية المتخصصة رياضيا، كل ما هو متعلق بالرياضة في العلوم الأخرى نتحدث ونتطرق إليه في برنامج صباح الرياضية حلقة جدة. كما عودناكم دائما كل ثلاثاء نبدأ الحلقة بنصائح وإرشادات عن التغذية وعن الصحة، وفي بعض الأوقات نبدأ بتمارين صباحية. الآن الدكتور أرويدة إدريس وبعض النصائح المهمة في عالم الغذاء والصحة. صباحكم سعيد من صباح الرياضية. موضوعنا اليوم شيق رغم أنه كثير من الأشخاص ما يحبوه، خصوصا الأطفال، رغم أنه قيمته الغذائية مرة كثير عالية، لكن هو ممكن يكون سلاح ذو حدين. يعني كثير من الأشخاص يفكروا أنه مجرد أنهم يتناولوا سلطة كده هم عاملين رجيم وأخذين بالهم من صحتهم، لكن أكيد ده مو صحيح. اختيار نوع السلطة مرة كثير له دور أساسي في السعرات الحرارية اللي إحنا بناكلها. ممكن بطبق سلطة ناكل السعرات الحرارية حقت اليوم، وأكيد مو هذا الهدف من تناول السلطة. تناول السلطة الهدف منه إننا ناخد عناصر غذائية من الفيتامينات وبالذات فيتامين سي والأملاح المعدنية بنسب مرة تكون مفيدة لنا وتساعدنا إننا نشبع كمان. فالسلطة زي ما قلت لكم ممكن تكون سلاح ذو حدين، ممكن إنها تزود لنا وزننا وممكن إنها تساعدنا على الشبع وتكون وجبة مكملة، ممكن تكون وجبة أساسية. قدامي هنا نوعين من السلطات. سلطة تعتبر وجبة أساسية، ليه؟ لأنها كاملة في العناصر الغذائية، بتحتوي على الباستا، بيكون فيها مكرونة، بيكون فيها الأنواع اللي حاطينها من الخضروات، فيها مضادات أكسدة عالية زي الكرنب، اللونين، الفلفل الرومي والبصل الأخضر، بالإضافة للجمبري. الجمبري من الأغذية اللي مفيدة وصحية جدا، هذه نتناولها بالذات للرياضيين، وجبة جدا حلوة قبل أن نروح نمارس الرياضة بساعتين ثلاثة ساعات. طبق بهذا الحجم حيدينا كل احتياجاتنا من الغذاء اللي احنا بنكون حنحرقه. اكيد الدهون كثير يخافوا يقولوا الجمبري ممكن انه يتخن، احنا هذا الحجم خمسة حبات او خمسة قطع من ذا الحجم مناسبة جدا، وكمية من حيث الكمية ومن حيث السعرات. طبعا احنا عارفين الجرامات اللي موجودة في البروتينات بتكون اربع سعرات لكل جرام من البروتين، والنشويات نفس الشيء. ممكن نرفع القيمة الغذائية للنشويات بأننا ناخذ من الباستا أو المكرونات، نحاول أننا ناخذ النوعية اللي معمولة بالشوفان أو معمولة بالدقيق الأسمر، بترفع نسبة الألياف، وإضافة زيت الزيتون. يعني الأشخاص الرياضيين اللي بيعملوا حديد ممكن ياخذوا الوجبة هذه بدل لا ينحط لها كريمة يحطوا لها زيت الزيتون، بيرفع قيمتها الغذائية وبيديهم يعني الوجبة المناسبة لصحتهم. بعد الرياضة البروتين جدا مهم، اللي بياخدوا مكمل غذائي بروتين لازم يحسبوا
السعرات عشان يوافقوا بين احتياج جسمهم بالنسبة للرياضة وكمية البروتين اللي بياخدوها بالغذاء وبالمكمل الغذائي. بس برضو لازم ناخد السلطة، هذه النوعية من السلطة اللي هي ما تحتوي على الباستا أو على أي نوع من النشويات المعقدة، ممكن ناخدها نبدأ فيها وجبتنا دائما. لو علمنا أولادنا أنه طبق السلطة موجود يوميا مش للزينة، موجود للأكل، حنلاقيهم أنهم تعودوا على أكلها وما تنفروا منها. السلطة ممكن تقدم بألوان وأشكال، كل ما حطينا أنواع من الخضروات فيها والأوراق الأوراق الخضراء بأنواعها، خس، بقدونس، كزبرة، البقلة، كل هذه والجرجير ترفع قيمتها الغذائية، بالإضافة للفلفل الأحمر، الرومي الأحمر جدا مهم وغني بفيتامين سي. وممكن إضافة بعض أنواع الجبنة قليلة الدسم نحطها علشان نحط فيها بروتين، أو إضافة الفاصوليا الحمراء خصوصا للأشخاص اللي بيعانوا من الأنيميا، ممكن نضيف لهم بعض كمية قليلة من البقوليات وأهم الفاصوليا الحمراء والمكسرات. وجميل جدا لو أضفنا لها أناناس أو أي نوع من الفواكه. كانت معكم دكتورة رويدة إدريس لصباح الرياضية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بسم الله نبدا في اولى فقرات هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، يعني اقبل العديد من المستثمرين والمهتمين بالشان الرياضي ببناء وانشاء العديد من الانديه الرياضيه التجاريه، ولكن البعض منها افتقد للتصاميم الجيده او ادوات السلامه، وافتقد للتنفيذ او الشكل الهندسي الصحيح والمطابق للمواصفات. كل هذه الامور والنقاط المهمه في الانشاء الهندسي والتخطيط المعماري فيما يخص المنشآت الرياضيه سنتحدث بها في توسع في تقريبا 20 الى 25 دقيقه مع ضيفينا الكريمين اللذين انضما الينا قبل قليل في الاستوديو، المهندس صلاح مهدي. صباح الورد. صباح النور حبيبي، الله يسعدك. مهندس سجى بخاري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. طبعا انتشرت كثير من الانديه الان، تسمع كل واحد فين رايح؟ رايح الجيم، والله رايح النادي، عندي تمرين كثير. ولكن خلينا احنا نبدا من البدايه مهندس، قبل الانديه الخاصه، القطاع الخاص، أبغاك تهدى كده وتسمي بالله ونبدأ ناخذها واحدة واحدة. الأندية، مباني الأندية الرئيسية، الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، الشباب، نفس التصميم كلها، نفس الستاندر واحد. كيف يتم التقيد بشكل واحد أو تصميم واحد، أو كيف يتم الاتفاق على شكل واحد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لأي بناء، سواء كانت أندية أو كانت حكومية أو تجارية، إحنا عندنا هنا معايير خاصة، معايير واشتراطات للبلدية والدفاع المدني، فإحنا لازم نمشي عليها بحكم البيئة المناسبة عندنا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنا عندي متطلبات معينة لكل نادي، مسبح، جاكوزي، جيم، تنس، أشياء معينة في كل نادي إحنا لازم نمشي عليها. ايضا هذه البلديه مقدمه عليها اشتراطات من ناحيه المساحات، فاغلب اللي حيعمل نادي او حيعمل جيم يحاول انه يستفيد من المساحه، يخرج عن الديكور ويستفيد من المساحه بحيث يستقطب اكبر عدد ممكن. فعشان كذا يحاول انه كلهم يمشوا على ستاندر واحد، بحيث انا استفيد من المساحه واستفيد من اكبر عدد واستفيد كمدخرات ماليه للنادي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، احنا عندنا متطلبات سلامه، يعني انا لما امشي اجي اقدم لنادي او اقدم لاي منشاه بعملها،
ضروري أمشي على شروط معينة من الألف إلى الياء، وإذا اختل شرط واحد حتتلغي كامل العملية. نعم. وإذا خلصت من شروط البلدية أروح لشروط الدفاع المدني، بعدين رعاية الشباب، يعني حمشي على أمور كثير معينة لازم أكون عليها، فأحاول أنه أمشي على نفس الستاندر اللي مشي عليه اللي قبلي عشان أنا أنتهي من العملية بسرعة. طيب باشمهندس سجى، ذكر المهندس صلاح أنه هي بناء على بعض المواصفات والمقاييس. أنتوا كمهندسين أهم النقاط اللي يعني تكونوا حريصين عليها، يعني يمكن اليوم الواحد يسوي أكثر من شيء بس يكون عنده شيء معين هذا حريص عليه هو التوب على قولهم، يعني هو الأهم. أيوة، أهم حاجة نحن في التصميم نراعي أنه هو ما يكون فيه زوايا حادة، ما يكون فيه أشياء تمنع في التصميم، أنه أنا لما نجي أنا أعمل له تصميم أو ديزاين معين ما يحددني في ما يقيدني، هذا واحد. اثنين، ما يعمل لي مشاكل مستقبلية، مثلا لازم أنا أراعي أنه في انزلاقات، حماية للانزلاقات، أراعي أنه في حماية لنفس من الفئة اللي أنا جايبتها حاملة حماية أو مواصفات معينة. أوكي. فلازم أراعي في التصميم ده لازم يكون في، لازم يكون سلس، لازم يكون ما يكون في عوائق مستقبليا إذا أنا أبغى أفتح أبغى أوزع أبغى أكبر، فلازم يكون عندنا معايير معينة إحنا بنمشي عليها كتصميم كديزاين معين. طيب حلو، أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا اللي هو الزوايا الحادة. خلينا نتكلم شوية في النقطة هذه، الزوايا الحادة هي حماية للأطفال أكثر شيء كمان والكبار أصلا، يعني في الآخر حماية لكل الأشخاص. ولكن يعني المسابح يعني تيجي في طرف المسبح يكون نفس السيراميك أو البلاط في له زاوية حادة نفس النوعية، يعني ممكن تسبب انزلاق. في بعض الأندية يحطوا مواد بلاستيكية خشنة انه بحيث انه ما تمنع الانزلاق. فهذه موجود، لا هذه من الاشتراطات ولا هذه اجتهادات من صاحب المنشاه؟ هذه اشتراطات. بس في اماكن مهندسه يعني بنشوف هو على حسب، في بعض الناس يعني عفوا تستخدم الاشياء الرخيصه او الاشياء اللي ما لها يعني ما يهمني قد انه هو يكون شكل جمالي في النهايه، او في النهايه انه عشان يطلع الرخصه وخلاص وانا سويت. هو عشان يكون شكل جمالي في النهايه، انا اشوف الواقع ما 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 عشت نفس في النادي، وحسيت دائما في التصميم عشان انت تكون تقدم تصميم كويس حاول انت تتعايش معه، تحس انه هذه البيئه انت جالس اوريدي فيها. أوكي. عشان تعرف العيوب على عوائق اللي انت بتواجهها، حتواجهها اول شيء على نفسك بعد كده حتواجهها على جميع الناس. باشمهندس ادلي بدلوك أدلي بدلوي، فهي زي ما قالت. طبعا أنا عشان أخرج الرخصة أنا ما أبغى أخسر، طبعا هذا بالنسبة لي. لا إحنا خلينا من موضوع خلينا نتكلم على التصاميم بعيد عن الرخصة وبعيد عن الأمور النظامية، إحنا نتكلم كتصاميم هندسية احترافية ملائمة للجميع. تصاميم هندسية احترافية ملائمة للجميع، المفروض انه تكون في لجنه محترفه متخصصه. هذه متواجده ولا مو موجوده؟ متواجده بس انه لازم تكون متواجده بشكل اكبر. اوكي، اتكلم عن اللجنه هذه، اعطيني اللجنه هذه المفروض انها تكون من كل نوع، من كل جهه معينه في التصاميم، سواء هندسيه انشائيه معماريه، من بدايه من اول خط او من اول ما يفكر المالك انه ياخذ ارض هي تكون متواجده معه، ويشترطوا عليه المواد اللي حيستخدمها. اوكي، معلش انت حتى لو انك انت تبغى تخرج رخصه بس برضو انا عندي اطفال، الشيء اللي ما ترضاه على ولدك لا ترضاه على ولدي. صح، يعني اغلب المسابح زي ما قالت المهندسه جاء موجوده اللي هي اللي تجيك في حواف المسبح، كماليات وانه الكماليات. ايوه، طيب انا احتاج كماليات افضل، كماليات ذات جوده عاليه. صح، عشان انا تستمر معايا. صح، فهمت. فأنا بعد لما أجي أستخدم أشياء ما هي ذات جودة عالية، أنا بعد فترة حتنادم معي، سواء من كثرة الاستخدام. مرت عليكم منشآت رياضية؟ أنا شخصيا كنت رحت منشآت رياضية، رحت الأهلي، رحت الاتحاد، رحت منشآت خاصة. ففي كثير منشآت ما هي متواجدة فيها الأمن والسلامة، المانع للانزلاق اللي على الحواف ما هي متواجدة، صارت حوادث. طب ما حاولت تتواصل مع أصحاب المنشأة مثلا من باب أنه هي في الآخر يعني عمل خيري تعتبره أنتم؟ أنا اليوم أنا بجي أنصحك يا صاحب المنشأة ترى هذا الشيء بيسبب كيت 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 كيت، حترجع أنت تفتكر إذا حصل لا سمح الله
طفل انزل طاح او صار شيء لا سمح الله، حترجع تقول انت ليه ما تحاول انك تبادر مثلا؟ والله بالنسبه للمبادره، انت لو تيجي تبادر اصلا ما حتحصله وما حيوصله كله، وفي الاول والاخير هو همه ربحي في الاخر. ايوه همه ربحي، همه جاري. انا فاتح المنشاه عشان استقطب اكبر عدد. طيب باشمهندس، من خلال خبرتك كيف تشوف التصاميم الموجوده، او كيف تعرفي التصميم هذا والمبنى هذا في خلل او ما في خلل؟ هل من النظره ولا لازم لا تدخلي داخلي؟ من النظره ادخل، من اشوف التصميم. خارجيا، خارجيا ما عليه كلام طبعا. ما عليه كلام، بس ممكن كاستخدام للمواد انا عارف انه هذا ممكن استخدمه كتجاري او انه سكني، استخدمه استثماري او انه لا لفئه معينه. اوكي. من خلال نظرتي من داخليا للمكان يبان العيوب كنوع، لانه دحين عندنا فئه كبيره انه مقاولين، فنوع التشطيب جدا سيء، فالا القليل اللي تلاقي شيء. تحصلي ب 1000 تحصلي ب 50. تلاقي في نفس النهايه، في النهايه لما اجي انا استهدف انا ابغى اطالع للمدى البعيد. نعم. اوكي انا ممكن انا اخسر في البدايه بس في النهايه انا حرتاح. صح. حوفر اشياء في المستقبل كثير. غير لما انا اجي دحين استسهل الموضوع، في النهايه ايش؟ كل شهر لازم ابدا صيانه، وكل صيانه حبدا تكلفني كاني اول من اول وجديد بدات. طيب هذه ايش الحلول لها باشمهندسه؟ يعني انتم كمهندسين اكيد لكم مرجعيه كنقابه مهندسين او اداره مهندسين، ما يكون في يعني جلسه دوريه شهريه مع مسؤولين؟ ما يكون في اقتراحات؟ ما يكون في عندنا طبعا دحين خلاص ما بقول لك ايميلات او تواصل، مواقع التواصل اصبحت دحين يعني اللي يبغى يرسل لاي شخص يمنشن ويتكلم ويكتب، وفي حاجات كثيره يعني. على سبيل المثال يعني الاسبوع الماضي استضفنا الشاب اللي عامل حساب في تويتر باسم عداد مشاريع جده. هذا شاب يعني يقول لي من لا شيء، يعني انا ما كنت اتوقع اني اوصل للشهره هذه، اللهم عشان المشروع هذا ما مشي، التايمر حقه واقف، بدات اصور، الموضوع بدا ياخذ معاه، صاروا المسؤولين يتواصلوا معاه، صار يوصل لهم الاماكن اللي فيها خلل، اللي فيها مشكله. انتم ما حاولتوا توصلوا الاقتراحات اللي عندكم للمسؤولين في الادارات الهندسيه مثلا في البلديه او هو المفروض يكون في لجنه انها هي تتابع او تشرف على الاشتراطات، لان دحين كمبنى عندي مشروع نادي، المفروض اللجنه اللي انا باخذ منها تصاريح تجي تكشف بعد ما انا اخلص. صح. كديزاين عشان تديني، عشان تصرح لي بعد اوكي انا اخذت التصريح، بس انت جوده التصريح، المتابعه المفروض تتابع معايا اول باول عشان انا اقدر اخرج المشروع بشيء كويس، بشيء يتناسب للجميع. اما مو اعطيك التصريح وخلاص انتهى. طيب ايش هي المعايير الاساسيه لانشاء مسبح؟ اليوم انت عندك مثلا مبنى او مساحه 2000 متر. من ضمنها حيكون في مسبح، بس فين المسبح ما ادري، في الجهه الشماليه، الغربيه، في الوسط. كيف تقيمي انه لا المسبح لازم يكون هنا؟ حسب طبيعه الارض ولا حسب التصميم خلاص؟ لا حسب التصميم، يعني انت حابه في المكان اللي انت بتقول لي فين مكانه، انا احتاج المسبح ابغاه في هذه المنطقه، على حسب انت احتياجك فين انا بحط لك اياه. بس ما يرجع لطبيعه الارض او انه لا ما يرجع، لانه ما الارض هي واحده، انا اقدر اقسمها بالتقسيمات اللي انا على حسب العميل. طيب باشمهندس، دائما نتكلم عن المسابح، يعني يا ليت توجه نصيحه للاهالي اللي لديهم مسابح خاصه في المنازل. الان اكثر الناس عنده الفيلا الدوبلكس هذه تحصل فيه مسبح داخلي او مسبح في الحوش، واكثر البيوت فيها اطفال، اذا ما كان فيها اطفال في الويكند يجوا الاطفال. ايش النصائح المهمه اللي انت من ناحيه هندسيه ومن ناحيه امن وسلامه تقدر انه تنبههم عليها؟ ممكن في ناس ما يعرفوا. من ناحيه هندسيه اولا نتكلم عن المقاسات. انت ما تجي تعطيني مساحه جدا صغيره وتبغى مسبح وعشان انت شخص بالغ تبغى المسبح يكون عمقه كبير. لا انت لازم حتى هذه في الانديه نتكلم. لا نتكلم حتى في البيوت، بعض اصحاب المشاريع يجي يقول لك انا ابغى اخذ راحتي في بيتي فابغى العمق يكون كبير. لا انت لازم تاخذ معايير معينه، يبدا المسبح تسلسلي. ايوه يبدا تسلسلي تدرج. من نص متر في انا افضل في المسابح الخاصه واللي داخل المنازل من نص متر الى متر ونص لمترين، لانه في الاول والاخير هي تبع استرخاء، يعني انا ماني رايح اتريض او رايح كرياضه كجيم، مو اولمبيات. ما هي اولمبيات، هي استرخاء وجلسه، هذا الشيء الاول من ناحيه
مساحة تصميمية. أوكي. ولازم أراعي إنها تكون بشكل أفضل، أفضل شكل يكون لها يعني مستطيلة. تكون بشكل مستطيل. أكثر ما في بعضهم يجيبوه بشكل حلزوني. حلزوني بس برضو تأخذ اللي هو الشكل المستطيل، الشكل الطولي عموماً. إيه شكل طولي. طيب إيه. من ناحية الأمن والسلامة. من ناحية الأمن والسلامة الكثير لازم يراعي إنه عشان يعمل أمن وسلامة يدخل في الديزاين والتصميم. يعني أنا مش شرط إنه أحط شبك حديد. لا ممكن أنا أصور المسبح بزجاجيات بحاجات مرتبة صح. بتشجير. في أنظمة طبعاً يستخدموها الآن بالنسبة للأطفال، في شبك يجيك ينحط على كامل المسبح من فوق بحيث حتى الأطفال لو مشيوا عادي يمشي على الشبك والمية تكون تحته، يتثبت بعواميد حول المسبح كامل زي الغطاء. أيوه زي الغطاء بس إنها شبك تكون بحيث حتى لو الشبك لو نزل ينزل بشيء بسيط ويرجع. أنا شفت في تويتر قبل أسبوع تقريباً في حساب ما حنقول اسمه عشان لا يقولوا يروج لنا، بس دائما بينزل الديكورات ومهتم بالديكورات، جايب صور غطى للمسابح بطريقة الأبلكاش زي الباب الأكورديون يعني بطريقة تفصيل يعني يتقفل المسبح اي بالضبط زي الشبابيك. اي دحين وصلت تقنيات مره كبيره عاليه بحيث انك انت تقدر تفتح المسبح تستفيد منه، وكمان تستفيد انه في اطفال او خايف عليهم تقفله. طيب اليوم انت لو جيت بتسوي منشاه رياضيه من اين تبدا؟ من اين ابدا؟ هندسيا نتكلم في مجال هندسيا اول شيء حشوف موقع مميز بحيث استقطب الجهه الشماليه والجهه الجنوبيه. ليه مو الشرقيه والغربيه؟ لا لانه الشرقيه والغربيه حييجوا برضه الوسط للوسط ما بينهم، شرق غرب شمال جنوب، انا حشوف منطقه في المنتصف. اوكي. ححاول انها تكون بعيد عن الحركه المروريه والزحمه وال الاختناقات هي الاختناقات المرورية. ححاول انه تكون الارض في مكان مستقبليا، انت لما تيجي تاخذ ارض مستقبليا تعرف هذه الارض تجاريه سكنيه، حاول انها تكون في منطقه تجاريه. لانه حتفيدني مستقبليا. اوكي. وبعدين هنا انت دخلت على موضوع استثمار التجاره. ايوه حنبدا استثمار التجاره. لا لانه في منطقه سكنيه ممكن اشتراطات البلديه تمنعني. يعني في اشتراطات زي ما قلت لك. لا كمان عشان كثره الرواد النادي والمواقف والى اخره. وطبعا كل الانديه بتراعي انه لو في الجوانب جوار يعني عندك جيران ضروري انه تراعي موضوع الفتحات. طيب ما ادري انت مختص في السؤال اللي انا حاسالك هو، لانه سؤال دوب جاني انا من الناس اللي بتجيني اسئله من خلال الكلام او بعض الاحيان فكره كذا تيجي، فان شاء الله ما يكون مفاجئ. طبعا انت تعرف الملاعب الرياضيه ملاعب كره القدم في اللي هو الزرع الطبيعي وفي اللي هي الصناعي. يعني اكثر الناس واكثر اللاعبين يعانوا من موضوع الأرض الصناعية من ناحية الإصابات، إصابات الركبة. يقول لك الأرض الصناعية أو الإنجيلة تجيب ركبة، يعني أنت ممكن ركبة تطوب ممكن. هندسياً يا باشمهندس، هندسياً ما هي الاشتراطات والطريقة الملائمة والمناسبة؟ أنا استضفت قبل كده ناس حق إنجيلة. اليوم أنت كمهندس، أنت اليوم لازم أنت هندسياً تشرف على الأرض اللي حتكون عليها إيش؟ ببساطة الإنجيلة، إيش هي الاشتراطات هذه؟ لها معايير معينة؟ لها مواصفات معينة؟ ولا هي حط والله إحنا حالياً عندنا هنا حط وجيب الفريق ولعب. بس هو هندسياً المفروض تكون أرض ما تكون من جهة خصبة. لأنه ممكن الرطوبة تأثر حتنزل في حتى السماكة نفسه حق العشب لازم يكون شوية عالي. عشان ما يسبب احتكاك مع الجلد وكذا. لا بس انا باشمهندس انا بدخل ملاعب الانديه التجاريه هذه في ارضيات فيها حفر فيها لا بغض النظر عن الحفر سيبنا من الحفر، في ارضيات يعني صلبه جدا وفي ارضيات مرنه لا يعني هو على حسب نوع الانجيله في شيء تجاري في شيء لا، وانت لما تيجي تسال انا ايش اختصاص ايش هدفي في النهايه؟ زي ما نفس الموضوع تجاري هو في الاخر هو شوف يا باشمهندس هو في الاخر ما نختلف عليه، هو اللي عمل المشروع هذا في الاخر ربحي تجاري بس انا اتكلم من ناحيه انتم مجالكم عشان برضه كمان الواحد يتطرق لموضوع الامن والسلام او السلامه، لانه في الاخر هي اصابات بسبب
هل في اشتراطات قبل ما تنحط او تنفرش الانجيله على الارضيه اللي حتكون عليها الانجيله؟ هذا انا سؤال. ايوه اكيد. ايش هي الاشتراطات؟ في اشتراطات انه تجي لجنه متخصصه في الارض من ناحيه يشوفوا جوده الارض، هل هي قويه ما هي قويه، هل بعد فتره المهندس السجه قالت كلمه انه على الرطوبه ما الرطوبه، انه ايوه هل يعني انا اقول لك حاجه، الان في احنا لما نبني بعض الاراضي لما اجي احفر فجاه تطلع لي مياه جوفيه، فهذه تسبب مشاكل مستقبليه، اذا ما عالجتها تسبب مشاكل مستقبليه. فهو نفس الحكايه، انا لما اعمل ملعب انا ما حنزل بنفس العمق اللي حنزل في البناء. حاخذ ارض وحفرش وده، بس لازم تكون في لجنه متخصصه هندسيه تنزل تقيس نسبه الارض ونسبه الرطوبه فيها ونسبه الجفاف، هل هي مناسبه ما هي مناسبه. والموقع جدا مهم، الان اي ملعب فاي احد اخذ ارض سوى ملعب، هذا شيء غلط. موقع الموقع تفرق طبيعه الارض. اكيد موقع الموقع تفرق، الموقع اللي يكون قريب من البحر يفرق عن اللي يكون بعيد عن البحر. يعني أنا حسيت أنكم أنتم خايفين من الأسئلة ولكن الوقت عدى يعني. لا فأنا حترك لكم إذا حابين توجهوا رسالة أو تقولوا كلمة قبل ما نختم. بكل أريحية كذا يعني. أوجه كلمة. لا علي، بس إنه أهم شيء إنه الواحد لما يجي يفكر في كأندية إنه من جد الستاندر واحد في كل النوادي. ليش ما أنا أخرج عن المألوف؟ ليش ما أنا أحاول أجيب الجديد؟ ليش ما أحاول أواكب العصر التجديد؟ ليش ما أجدد؟ ليش أفضل زي ما أنا؟ أوكي أنا حراعي الاشتراطات في النهاية، بس الاشتراطات ما تحكمني بطريقة معينة أو ستايل معين أو سيستم واحد أنا أمشي عليه. كل ما إحنا بنتطور بنوصل لمراحل أكبر من المراحل اللي كنا فيها. طب ليه ما أتطور؟ إيش المانع؟ مهندس صلاح؟ إحنا كمصممين ديكور مهندسين نحب الخروج عن المألوف، فأتمنى من أي شخص يحب يعمل نادي يحاول أنه يطور من أفكاره، لا تتقيد، لا تلتزم بحاجة معينة، أنت أمشي على اشتراطات البلدية، بس اشتراطات البلدية ما قالت لي سوي هذا مربع، هذا مستطيل، هذا دائرة، لا أنت جيب لها الاشتراطات اللي تبغاها وجيب لها الأمن والسلامة وأبدأ. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا المهندس صلاح، شكرا مهندس سجا، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الكرام تحدثنا عن الاشتراطات الهندسية للأندية الرياضية والمنشآت الرياضية. فاصل ومن ثم نستكمل باقي فقرات هذه الحلقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. كثير من الناس يعانون من مشاكل التنمل، مشاكل الاعصاب، مشاكل العمود الفقري، بعض الالام القويه التي تاتي في المفاصل وتحديدا في اعلى الرقبه واسفل الظهر. البعض يعاني ومن ضمنهم محدثكم من التنمل. كل هذه المواضيع سنتحدث بها وكيف الطريقة المناسبة للتخلص من هذه الآلام ومن هذه المتاعب بطرق رياضية على ما يصفه لنا وضيفنا الكريم الدكتور هاني الغزواني. العزوني هاني. دكتور هاني أسعد الله صباحك وشرف بوجودك معنا. شكرا. أصبحت مشكلة مجتمع التنمل، بالضبط. الأعصاب،
بداية قبل ما نتطرق في الموضوع إيش الأسباب يا دكتور إنها ما كانت أول فيه موجودة؟ بالضبط. هو طبعا دي نقطة مهمة جدا، يعني أشكرك إنك أنت أثرتها، إن العدد المتزايد للشكوى من أمراض العمود الفقري والأمراض التنمل والألام الغير معروف مصدرها، وأقدر أقول لك واحد كل ثلاثة منا بيعاني في مرحلة من مراحل حياته من ألام في العمود. فتصور لما واحد كل ثلاثة، يعني قد إيه العدد بيكون كبير. وليه زادت عن الأول؟ ودي مشكلة ثانية طبعا، هي دي بيقولوا لها الأمراض المواكبة لأمراض العصر. إحنا دحين في عصر جديد، عصر الكمبيوتر والجوال والآيباد كل الأشياء دي، فالإنسان بيجلس ساعات وهو بدون ما يكون عنده أي شعور، وهو جالس إنه هو جالس في وضع صحيح في وضع غير صحيح، جسمه في الوضع المستقيم، رقبته هل متنية، هل العمود الفقري عنده منحني. فالجلوس قدام الكمبيوتر كثير والفترات كثيرة أو الآيباد أو التلفون بطريقة غير صحية، ده بيعمل accumulating factor، يعني حاجة بتيجي متراكمة. فطبعا وبعدين طريقة الجلوس في العمل، احنا عندنا ناس كثير بيجوا طريقة العمل سواء في العمل أي منحني بالضبط، سواء في البنوك أو في الشركات او في اي اماكن بيكون فيها اللي هي اللي اسمها الديسك وورك، يعني اللي هو الاعمال المكتبيه. مع الاسف احنا الحاجات دي كلها ما بنديها قيمتها الحقيقيه، وقيمتها ما تبان اضرارها الا مع مر الزمن. فانت لما تهملها ما حتشعر فيها في وقتها، لكن حيجي وقت هتلاقي نفسك تعبان. هنجي لناس كتير يكونوا شغالين في البنوك او شغالين في اماكن فيها في الشركات، ويجي رقبته مثلا معوجه، ظهره معوج، بص تلاقي مثلا الكمبيوتر بيكون على جنبه وهو بيحدث، فدايما عامل رقبته كده، بيكون الكمبيوتر واطي وهو دايما جالس كده منحني. فكل الاشياء دي كلها لازم الكمبيوتر يكون عالي، لازم يكون مواجه للشاشه، لازم كمان كل ساعه ساعه ونص تقوم تعمل تمرينات استريتشنج لجسمك. والحاجات دي تداركتها بعض الدول المتقدمه وسموا حاجه اسمها بروتكتيف ميديسن او الطب الوقائي الذي يقيق، وبالذات الشركات الكبيره لانه نسبة الغياب عندهم عالية وبتكلفهم كثير، فكلفوا فرق معينة لدراسة أوضاع الموظفين اللي عندهم كيف يعودوا وضع صحيح. هم يجبروهم بعد ساعة ساعة ونص يقوموا يقعدوا يعملوا ستريتشنج حوالي تلت ساعة نص ساعة تغيير للجو، وبعدين يرجعوا يشتغلوا مرة ثانية. فدي كلها في بعض الأحيان، في بعض الشركات دحين يعني والمصانع الكبرى بيسوي جيم داخل المكاتب، يقول لك لازم تروح الجيم تغير وتعمل شوية تصحيح لعضلاتك، لأن هي بتبدأ دايما بآلام وشد عضلي. طبعا الآلام متنوعة، طبعا موضوع الآلام ده موضوع كبير، ومشكلة الآلام أنا ما ودي أسأل والله استمتعت بال لا، لأن الآلم ده موضوع، شوف ده موضوع مرة خاص. ليه؟ لأن الإنسان في حياتنا إحنا ما يحس بألمك إلا أنت، يعني مهما رحت لحد قلت أنا متألم أنا تعبان، ما حد حيش حتى الطبيب ما حيقدر يعرف قيمة الألم اللي عندك إلا أنت، لأنك أنت اللي شاعر به وإحساسك به هو اللي بتقدر تحاول تعبره عن طريق الكلام. في ناس كتير ما تعرف تعبر عن ألامها لأنه ممكن يكون عنده ألام ومش عارف يقول هي من فين. طب أنا هسألك هنا سؤال يا دكتور على الصعيد الشخصي، حصلت لي الكلام هذا قبل أكثر من 10 سنوات. طبعا أشعة في البداية في بعض الآلام في العمود الفقري، الأشعة العادية ما تبين بالضبط الموضوع بالضبط، خاصة في تقارب الفقرات بالضبط. بعدين أشعة مقطعية هي اللي تسوي أو تبين معك كل شيء. يعني هذه أنا موقف ما أنسى، الموظف أو الموظفة اللي في نفس قسم الأشعة بعد ما شافت الأشعة قالت لي بقول لك حاجة قبل ما تروح للدكتور، ودائما هذه الكلمة أسمعها من الكل، حاول إنك ما تسوي عملية الانزلاق للظروف اللي في الظهر. ليه التخوف من هذه العملية؟ والله ده سؤال مرة شائك، وهذا السؤال مش بس لوكال في السعودية، على مستوى العالم كله. بالله كيف السؤال؟ لأن سؤال طبعا يبغى له حلقات مش حلقة واحدة. أنا حصلت لي على الصعيد الشخصي يا دكتور. يعني أنا حصلت لي أنا بكلمك عشان كده أنا سألتك السؤال. أنا عشان دي شغلتي وأنا في العالم ده أقدر أقول لك thank you for question ده، لأن هو تاكلينج أو بيخش في صميم أسئلة كثيرة لأي إنسان أو مشاهد. لأن هو لازم تعرف إحنا كأطباء، ودي الحقيقة ولازم أقول لك عليها، لما نقعد في العيادة عندنا بيجينا لو جنا 100 مريض عنده ألام في ظهره أو في الفقرات، تعرف نسبة المرضى يستحقوا العمليات كم من 100 دول؟ قل لي كم؟ 5 بالضبط، من 5 ل 8%.
ما يزيد معك. ما احنا كده اني عشان تعمل عملية في الفقرات لازم يكون لي خصائص كاركتيريا معينة. مش اي واحد يقول لك والله عندك ديسك صغير كده روح تعمل عملية، لا يمكن. وبعدين ما تنسى ان العملية مركبة ليه، لاني انت عارف ان عملية الغضروف هي تاكلينج او تروح للغضروف، لكن الفقرات متكونة من ايه؟ متكونة من اشياء كثيرة، متكونة من فقرات عظمية وبينها الوسادة اللي هي الغضروف، والغضروف هذا في حواليه قناة عظمية بيمشي فيها العمود أو النخاع الشوكي اللي هو ممتد من 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 أسفل المخ لين الفقرة الـ 12 والأولى قطنية، وبعد كده بتكون أعصاب طرفية. ومعظم الإصابات اللي بتيجي في العمود الفقري يعني اللي هي المشاكل في الغضروف بتكون في الفقرات القطنية السفلى، فمكانها ما بيكون النخاع الشوكي زي ما الناس بنقول، بيكون أعصاب طرفية. الغضروف ده يمثل واحد من عدة مشاكل أخرى. عندك مشاكل ضيق القناة العصبية، كويس، هذا بيجي مع تقدم السن. في عندك مشاكل أخرى في المفاصل اللي هي بتربط الفقرات مع بعضها، دي ممكن تسبب آلام مبرحة، مش بس الغضروف، وفي عندك آلام الأربطة، فالأربطة نفسها ممكن تسبب لك بعض آلام، خصوصا لو فيها تكلسات أو فيها تقطيع أو فيها ثيكنس يعني بتزيد سمكتها. إذا موضوع إني أنا عشان أقدر أعمل العملية لازم أدرس الموضوع، فين الألم وإيش هو الألم. النصائح إنه أستبدل إنك تعمل عملية بالسباحة. شوف هو ده برضو حاجة مهمة جدا. لا السباحة مفيدة جدا. أيوة ده أنت موضوع مهم. ليه بقى؟ عشان نمشي 1-2-ABC. إحنا مريض لما بيجي، مفيش مريض تقدر حتى لو أنت دخلت في أي مجال طبي ودخلت على الإنترنت وبحث، ما في مريض عنده غضروف أو عنده ضغط على الفقرات تقول له خط لازم عملية. لا، you have to treat him، لازم تعالجه من شهرين لست شهور علاج تحفظي. ليه؟ لأن نسبة كبيرة منهم ما يحب بيعدي المرحلة دي. كيف يعدي المرحلة دي وتساعده؟ الكلام اللي انت قلته، انك انت تشوف تحدد له موقع الألم، ده نمبر 1. وبعد كده عملية الرياضة كان زمان يقول لك عندك غضروف روح ارتاح في السرير واجلس اسبوعين شهر، كلام غلط جدا. دحين انت كده بتعمل وهن في عضلاتك، هنقول له لا روح امشي اسبح، سوي تمارين رياضية، خسس. انت عارف ان التخسيس ده بي او تنزيل الوزن ده من الحاجات المركز 80% من العلاج تروح. فبالتالي احنا عاملين ايه دحين؟ عاملين خطة علاجية، تخسيس، تقوية عضلات، تمارين رياضية، غير كده بنعمل عملية تشخيصية. بتعمل ايه؟ في دحين علاج طبيعي تأهيلي، وفي علاج بالشد عن طريق الكمبيوتر، بندخله في اماكن معينة بالكمبيوتر، بنحدد اماكن الالام وبنسوي العلاج. بلس في بعض الأحيان عشان نحدد هل الألم من الغضروف اللي ضغط على العصب في الرجل ولا المفصل، منحقن المفصل، منحقن العصب ونبنجه ونشوف هل العيان راحت ألامه ولا لا، فنقدر نعرف موضع الألم فين. في بعض الناس عندهم ألام في كل مكان، في ألام كمان بتيجي نتيجة إيه؟ السكر، نتيجة التهابات الأعصاب الطرفية المنتشرة عندنا. يبقى السمنة، السكر، الضغط، زيادة الكوليسترول، ده برضو بيساهم. عمليات التكميم ساهمت في تخفيف آلام الظهر ومشاكل الظهر؟ بص هو طبعا ايوه، بس مش بنقدر نقول لك عليه مثلا واحد عنده ظهر بوجعه روح يعمل تكميم، لا. لكن اتكلم للناس اللي لكن السمنة طبعا علاج السمنة ده بيخش برضو في مراحل كتير. احنا نفضل الاول العلاج بدون عملية، بنحطهم على نظام غذائي معين، وكمان مع النظام الغذائي ده مهم جدا. وفي حتى في علاج الالام عندنا صور كمان يا دكتور، إيه ممكن إيه نعرضها على الهواء إيه للمشاهدين، إيه واحنا ممتاز وناخذ تعليقك على الصور. إيه هذه يعني عندك الصوره هذه؟ ايوه هذه طبعا، دي الصور دي مهمه عشان بتورينا قد ايه ان في الاشياء الرياضيه في اصابات لاي مكان جزء في الجسم. هنا طبعا انت شايف دي كونتاكت باثنين اثنين، وشايف هنا ان الاكثر شيء هنا حيكون معرض له القدم المفصل فصل والكاحل. المفصل فصل ايوه، وكاحل والكاحل ايوه. طيب اللي بعده ايوه الركبه طبعا. الركبه من الاشياء طبعا، دي عاوز لها حلقه لوحدها. الركبه من الاشياء اللي اكثر اصابه في اصابات الملاعب، الركبه عندنا دي مشكله كبيره. الرباط الصليبي، الرباط الصليبي او الرباط الهلالي الملاعب. ايوه الهلالي. بس عايز اوجه نقطه مهمه جدا، اعطيني دحينه. الرباط الصليبي مش حله بس عمليه المنظار، دحينه احنا عندنا تقنيات حديثه جديده جدا، منها
الخلايا اللي هي البلازما الغنية بالبلازما. طيب لحظة دكتور، أنا دامك أنت قلت وحنرجع للصور أمينة، خلي الصورة صورة الركبة. أيه. أنت بتقولت إنه في طرق للركبة. أنا عايشت لاعبين مع لاعبين عملية الرباط الصليبي بعض المشاهدين يفتكروا إن هي عملية زي أي عملية، غرفة العمليات وشق وطلع. لا، أنا من الناس اللي تفاجأت إنه هي عبارة عن إنه تحط منظار. لا، هو تحط اللاعب يحط رجله الله يكرمك في موية أو في مسبح، بعد كده ينعمل لها زي الفتحتين. إيه؟ صح، هذه هذا المنظار ولا هذا سأل تعديل الظروف؟ لا لا، هذا منظار. احنا بتكون عمليه بس طبعا في غرفه العمليات احسن. إيه؟ ومبلش بيحط بس لا منظار، ومنظار بيخش يشوف فين القطع فين. طبعا دحين كان زمان نشيل القطع ونستأصله، دحين بنعمل حاجات جديدة، منها ساعات بنحقن خلايا جزئية بي بي ار بي والأشياء دي كلها زي ما قلت لك، ممكن قبل العملية أو ممكن أثناء العملية. ودحين كمان أجدد حاجة، بس طبعا دي لسه نزلة جديد، لسه ما دخلت لسه المجال التطبيقي، ولكن في مجال الأبحاث وأظن قريب هتخش وانتشرت، إن إحنا بنستعيد الغضروف. يعني بناخد منك الخلايا الجزئية ونصنع غضروف، زراعة غضروف. زراعة غضروف. هذا اللي بسألك عليه. إيه؟ في الآونة الأخيرة سمعنا بزراعة غضروف. بالضبط، هو ده، لأن إحنا بنعمل لك من الخلايا حقتك بنزرع لك غضروف وبنحطه. بس طيب. طبعا دي لسه في بداياتها. بس طيب دي الصورة حقيقة. دكتور هذه إيه؟ هذه الصورة عندك الشاشة. أيوة طبعا، دي صورة للكاحل زي ما أنت شايف، وممكن تكون طبعا في الكاحل انت عندك هنا اصابتين. أوكي. ممكن اصابه حاجه اسمها تندو اكيلس، اللي هو عباره عن الوتر اللي بيربط الرجل من الخلف، وفي اصابه في نفس المفصل، المفصل الكاحل. وممكن المفصل الكاحل يكون كسر، ممكن يكون مش كسر، ممكن يكون ستريتشنج يعني شد. ممكن يكون في الاربطه، وده بيحصل كتير. وممكن في حاجه ثانيه بتيجي للاعبين التنس والبيج فور، حاجه اسمها ستريس فراكشر، يعني هو الكسر الغير مرئي نتيجه الوقوف لفترات طويله، او لاعبين السكواش او لاعبين الارابكس، بيجوا لي كتير ارابكس واللي ينطوا كتير، تعمل اشعه سليمه. طيب بس هي بيكون فيها الام. هذا السؤال برضو عن تجربه شخصيه لاحد الاصدقاء. إيه؟ بس إيه؟ الموضوع هذا قديم طبعا. الولد خلاص ما صار يلعب كوره لانه إيه؟ ما شاء الله كان حريف، والظاهر انه صابوه بعين او شيء زي كذا، سوى يمكن 4 عمليات رباط صليبي. في مره من المرات انا رحت ازوره. طبعا عملية الرباط الصليبي لازم الركبه تكون في وضعيه معينه. ايه تحط تحتها شيء وساده او شيء. الركبه الثانيه ممدوده تمام. تخيل يا دكتور، جاء راح يراجع للدكتور بعد العمليه باسبوعين. طبعا اول اسبوعين ما يقدر يتحرك هو، صح؟ انت دكتور واخبر. راح يراجع الدكتور. حصل انه عنده في الركبه السليمه الثانيه رباط صليبي من الجلسه. قال له هذه من الجلسه، او انه ما تحركت الركبه الثانيه جت فيها رباط صليبي. هو طبعا هو بص، واحنا دايما بننصح ان الجلسه او البيد ريست دحين كان بيتكلم عليه زمان ده ما له اي قيمه دحين. احنا بنشجع دحين بالحركه. ليه؟ لان دلوقتي انت عارف الغضاريف او الاربطه دي انسجه. صح. لما انت دحين تسيبها فتره طويله بدون ما تعمل بيحصل فيها اعتلال، بيحصل فيها ممكن تكلسات، بيحصل فيها وتيجي تروح يعني زي ما واحد يكون ما يسخن ويلعب. صح. فهمت ايه اللي بيصير فيه؟ بيحصل ستريتشنج، شد، والشد ده ممكن يقطع. صح. فده اللي بيصير، انك تستريح فتره طويله تروح نازل مره واحده، يعني شد يؤدي الى تمزق. تمزق. فبالتالي احنا بنقول لا، لازم نمشي بستبس، يعني بخطوات. يعني انا لازم اسخن، لازم امرن ركبتي، ما في الراحه الكامله، بس ما اقول لك اكون جالس وراح اقوم اجري، لا، امشي، اعمل ستريتشنج اكسرسايزز، ابتدي اسخن بشويش، لان الاشياء دي مهمه. انا نفسي عندي تجربه شخصيه، كنت العب سكواش ومره رحت كده وتحمست، وقبل ما اسخن دخلت في مباراه، في نهايه المباراه جالي قطع في القدم، في اللي هو اكيلس تندن، هو الوتر الخلفي، وعانيت منه فتره. طبعا اضطريت يعني طبعا ان انا اسوي عمليه جراحيه. الحين ممكن نعمل عمليه، ممكن ما نعمل عمليه. طيب دكتور، يعني انت متابع رياضيا؟ طبعا. ايه الشجع؟ ها الشجع. لا ما حقدر اقول لك بعد، خليها عشان ما طيب. حد يزعل يعني. انا احب كل اللعبه حلوه. طيب اوكي، بنرجع للسؤال اللي كنت بساله. الصوره هذه عندنا يعني منتشره. ايوه. الام في اعلى العمود الفقري واسفل الرقبه. شوف، الام الرقبه دي الام شديده جدا. ليه؟ لو انت تلاحظ ان لو انت بصيت للصوره دي، ان الرقبه جالسه في الهواء، شوف تحتها الفقرات الصدريه مضغوط. حواليها ايه؟ الاضلع، وحواليها العضلات مره ايه
متينة، لكن الرقبة مسكين في مهب الهواء، يعني شايف الرقبة تروح يمين تروح يسار، ها تميل انت تميل معاك، فبالتالي حركة الرقبة أقوى من أي حركة في أي عضلات في الجسم، في أي فقرات في الجسم، فدي معرضة للإصابة أكتر من أي شيء تاني، لأن حركتها دائرية، صح ولا لا؟ وطبعا إصابات الرقبة دي يعني إصابات ممكن تكون من شد عضلي لالتهاب في الأربطة، لكسر في عظام الرقبة، لإصابات في الأعصاب وفي النخاع الشوكي، لأن هناك بيمر النخاع الشوكي فهي مرة خطيرة. لو تذكر أنت واحد لاعب اسمه ريد اللي هو كان المشهور ده، وكان على الجواد وطاح من الجواد عنده وكسر رقبته وبقى مشلول من تحت الرقبة على طول. فإذا إصابات الرقبة دي إصابات مرة صعبة ويبغى لها احترام شديد. طيب دكتور، الناس على طاري الرقبه، في 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 بعض الاشخاص بشوفهم قدامي يعني بيطق الرقبه بطريقه خاطئه، ده اكبر يعني مشكله. لا كده ويعني عادي عايش، ده اكبر مشكله. ليه؟ لان ممكن يؤذي المفصل عنده، وممكن يؤدي الى مشاكل، تؤدي الى الام شديده مبرحه. هي طبعا عاده سيئه ومع الاسف بتتكرر من كلهم دايما، حتى كمان في ناس يروحوا للمدلك، ده الطبيعي اللي يروح شادد الرقبه وتجيجها، دي برضو فيها خطوره جدا كبيره لازم ننوه لها. والخطوره دي بس مش بس على المفاصل، على اشياء تانية. الرقبه بيمر فيها الاوعيه الدمويه، والاوعيه الدمويه دي بتتاثر. أنا يعني احنا شفنا في الطب، انا لا اتذكر حاله رياضيه فريده وحصلت قدامي، ان واحد يتزحلق على المويه، عارف الزحلقه دي اللي هو الجيت سكينج ومعاه اللي هو الووتر سكينج، وبعدين طاح في المويه، جاء على الطوارئ يعاني من بعض التنميل في يده والصداع وكده، فكله افتكر انه عنده ديسك، وبعدين شويه شويه حسينا ان في ضعف شويه في اليد، طلع ان هو مع الشده دي حصل في تمزق في الاوعيه الدمويه حقه الرقبه. اضطرينا بقى ندخله، الحمد لله بقى كويس بعد كده، بس المهم التشخيص، لانك لو ما شخصتها ممكن ده يؤدي الى ايه؟ الى جلطه. طب التنمل ايش سببه دكتور؟ والله له اسباب كثيره. التنمل دي الاعصاب الطرفيه الصغيره ممكن تكون نتيجه ضغط على العصب نمبر 1، نقص ترويه للعصب نمبر 2، ممكن تكون التهابات اعصاب طرفيه عند الناس اللي عندهم السكر لفترات طويله، والناس اللي عندهم زياده في الدهون والحاجات دي كلها، فبالتالي الترويه بتكون اقل للاوعيه الدمويه، وممكن تكون نتيجه لا سمح الله بدايه جلطه في المخ. فاذا اي حاجه يعني لازم تاخدها جديا، مش مثلا يعني جديا لدرجه انك تخاف، لكن لو حسيت ان مثلا تنمل زايد مع ضعف، وبعدين حستحس انه هو يعني ابتدى انه هو ياثر عليك وياثر على قدراتك، لازم تراجع الطبيب. طيب اذا 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 يا دكتور اذا سالتك سؤال من 4 نقاط، ايه هي السؤال؟ ما هي النصائح الرياضيه اللي توجهها؟ 1 من يعاني من التنمل، 2 من يعاني من الام اعلى العمود الفقري اسفل الظهر، نصائح للاعبي كرة القدم بشكل عام حتى يحافظ على او يتجنب اصابة الركب بعد قضاء الله وقدره طبعًا. ان شاء الله ربنا يحمي جميعا. انا بس عاوز انوه على نقطة زيادة كمان مهمة كنت نفسي اقولها، فضل. لو تسمح لي، فضل. اصابات الراس في الملاعب، يعني هيد انجريز او اصابات، لان احنا بنشوفها كثير في الكوره، في الدراجات، في الدراجات الناريه، في الالعاب اللي هي فيها كونتاكت سبورت، لان دي برضو في نقطه لازم ننوه لها، ان زي الرقبه جالس عليها الراس، الراس كمان معرض للاصابه، وناس كثير بيجوا لنا وهم مش دارين انهم عندهم اصابه في راسهم، اللي بيكون بيلعب وبعدين بيضرب في العارضه، بيضرب في زميله، بيضرب في الارض، يقول لك جالي شويه دوخه شويه تعب وخلاص، فهمت علي؟ اصابات الراس المتكرره بدون اي نصائح طبيه او مراجعه طبيب ممكن تؤدي الى ان المخ نفسه يكون يتاذى بس على بطء، وبعدين تيجي قدرته على التحمل بتقل، فتيجي اصابه 2، في الثالثه تلاقيه فقد وعيه، تعبان، جاله تشنجات، فلازم الواحد يعني ياخذ باله. فالنصائح بتاعتنا ان كل جسمك ده امانه عندك، الرياضه عشان تقويه العضلات وعشان تستمتع بها، مش عشان تعمل اصابات لها. فبالتالي عشان تحافظ على نفسك لازم تتبع تعليمات الرياضه، اي شيء رياضي انت بتسويه، يعني لو انت هتعمل سباق ودراجات تحط الهلمت، تحط هذه عشان تحميك اللي هي هتعمل موتورسايكل تحميك، لو انت هتلعب كوره تحاول تحط السبورت حق. طب هذه دكتور نرجع للصور معلش، ايه هذه الصور دي على انا اللي انا شايفه هنا
اللي هو زي ما قلت لك اللي هو تبين الاصابات الركبه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي على اليسار، واللي هو الكروشيت ليجمنت او الصليبي او الرباط الصليبي او الرباط اللي هو الهلالي، وبعدين تبين خلف الساق وده يبين لك العضلات، وقلت لك القطع اللي هو حصل في تندو اكيلس او الوتر اللي هو في اسفل الكاحل. أوكي. وده وتر قوي جدا وده ممكن من غير التسخين ينقطع عند الرياضيين. أوكي. او تصير فيه مشاكل، وهنشوف مشاكل كثير فيه، زائد الركبه. فطبعا دي الاماكن الحساسه اللي انت لازم تخلي بالك عليها. في بعض الاحيان في ناس يحطوا بروتكشن، وده كويس، محافظ. محافظ، ده بريح جدا. الحاجه الثانيه عدم اللعب بشراسه، يعني حاول انت تحترم اللعبه، يعني ما تخش في زميلك وتحاول تعوره صح. عشان ما يجيب جون. لاني بص هقول لك شيء، ان احنا الغرض من الرياضه هو ارتقاء النفس والروح وتربيه الاخلاق الرياضيه اللي احنا بنقول عليها التسامح والمحبه. ما من الغرض منها الشراسه والتعصب وعمل الاشياء اللي هي يعني تفقدها قيمتها. في نفس الوقت حافظ على، زي ما تحافظ على نفسك حافظ على زميلك، ما تروح تخش فيه وتكسره. التغذيه كمان يا دكتور، التغذيه دي موضوع مهم جدا، لان طبعا تغذيه العضلات وتغذيه العظام وتغذيه دي مهمه جدا، وده موضوع يرتقي الى مشكله كبيره بنعاني منها في السعوديه، وهي هشاشه العظام ونقص فيتامين دي، وده منتشر بين السيدات. هشاشه العظام لسه السيدات الكبار في السن صح؟ ايوه، بس السيدات قبل ما يكبروا في السن ويجي لهم هشاشه وتبقى فيه صعوبه في الـ في الـ في, الـ في العلاج، لازم نعمل لهم وقايه وبرامج معينه عشان تقيهم لما توقف الدوره ويبدا الهشاشه تبدا والهرمونات تقل، انه يكونوا اوريدي مستعدين للمرحله دي. وفي نفس الوقت بالنسبه لنوعيه الغذاء، طيب هذه يا دكتور الصوره، بلع لسان. ايوه بلع اللسان ده بتحصل، شفت لاعب انا بلع لساني وجالي قبل كده، يعني دي بتيجي مع النغبات الصراعيه اثناء اللعب ساعات، او لا بس الاحتكاك القوي، او الاحتكاك القوي اللي يؤدي الى اصابه في يعني الراس. جميع الاصابات اللي شفناها في السعوديه بلع اللسان كانت عباره عن احتكاك. بالضبط، احتكاك قوي نتج عنه فقد الوعي لفتره بسيطه، يروح لسانك يرجع لورا، يقفل لك المسار الهوائي فما تتنفس. طبعا مهم جدا في الملاعب، انت اذا حد جاله اي حاجه زي كده تفتح له المجاري الهواء عشان يتنفس. اهم حاجه التنفس، لان الاكسجين لو قل على المخ اكثر من دقيقه وشويه بتاثر المخ، وممكن تحصل اصابات لا يمكن ترجيعها. فبالتالي بلع اللسان ده في عدم الوعي، سواء كان نتيجه ارتطام او اصابه في الراس او اصابه في منطقه الفك، عرفت الفك ممكن كمان اصابه في منطقه الفك، ده ممكن يؤدي الى بلع اللسان، فلازم يكون الباراميديكس موجودين. الحاجه الثانيه التشنجات العصبيه، انا شفتها في واحد لاعب جاله تشنجات بلع لسانه وطاح، وبعدين جاله تشنجات بعد كده في الملعب. ايوه هذه الصوره كابتن. دكتور ايوه هذه الصداع الشديد ووجع الراس، ده طبعا ممكن يجي من حاجات كتير. الوجع الراس ممكن يجي نتيجه ستريس طبعا، ده حاجه نمبر 1، نتيجه ارتفاع شديد في ضغط المخ، في ضغط الدم. يعني انت تكون عندك ضغط وتيجي تلعب يبقى الضغط يزيد زياده صح. وده يعمل لك تمدد. ممكن يجي نتيجه الصداع النصفي او المجرين هيدك، وده منتشر. بين الصداع العادي والصداع النصفي دي فيها طبعا كلام كتير. والصداع النصفي دايما بيكون له دلائل، اول حاجه مش لازم يكون مع اللعب، رغم ان اللعب ممكن يزوده، ممكن يجي لك في فترات اللي هي انت تشعر في حاجه اسمها اورا، او حاجات تجي لك قبل الصداع، تشعر بزغلله في العين، تشعر ساعات بنقط بتلمع في الشبكيه، ممكن تشعر ان تشوف اثنين في فتره كده وبعدين يجي لك الصداع، تشعر ان منطقه التمبرال اريا اللي هي المنطقه اللي خلف العين بتنبض قبل الصداع ما يجي، عرفت ازاي؟ ممكن تحس بتنميل فكل الاشياء دي كلها، وبعدين بتشخص مع الدكتور بالصداع النصفي، وساعات بتشوف سحابه سوداء تروح وتيجي، عرفت ازاي؟ لكن الصداع اللي هو الاسوء نوع صداع وده ممكن يجي، اللي هو طبعا النزيف اللي يحصل في المخ، وده غالبا النزيف الداخلي. ده غالبا ده له نبغى له حلقه واحده يعني حلقات، لان ده له اسباب كثيره، مش بس الضغط، عيوب خلقيه في الاوعيه الدمويه، مرض ام الدم اللي هو الانوريزم اللي بنقول عليه، فهمت عليه ولا لا؟ وطبعا في كمان الاصابات الثانيه اللي بتيجي نتيجه ارتطام الراس، فيجي حاجه اسمها النزيف تحت الام الجافيه او 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 فوق الام الجافيه. طيب دائما نتكلم على الراس، هذه الاصابه كابتن دكتور إيه؟ انا ليه ما ادري ليه يعني قاعد اقول كابتن كابتن. ايه ولا يهمك، احنا كباتن كمان. كباتن ان شاء الله، ابو كباتن. شوف هذه اصابه نتيجه ان هو
طاح من البايك عارف، وده اللي احنا بنقول عليه هذا خلع في الكتف، فهيحصل عنده خلع في الكتف واصابه في الراس الاثنين مع بعض. بس هو لابس هيلمت. هيلمت ايوه طبعا، الهيلمت بتشيل كثير من الاشياء، وزاوية الهيلمت دي من غيرها كان ممكن يبقى هو عنده اصابات شديده، فهمت علي ولا؟ بس لا يعني ان الهيلمت ما يكون فيه اصابه، الهيلمت دقيق من ان هو الاصابه تكون اقل تمتص، لكن برضه ممكن يحصل كونكشن. كونكشن اللي هو ايش؟ اللي هو ارتجاج. الارتجاج نتيجه ايه؟ ده بيجي نتيجه انك انت تكون مسرع وتوقف مره واحده وراسك يرتطم، فالمخ بيحصل له نوع من انواع الارتجاج. طبعا وقوعه هنا على الكتف او على الكوع ممكن يدي اصابات للكوع، سواء كسر او ان يحصل انفصال في المفصل، يعني خلع في المفصل. طيب حرجع لموضوع تطرقنا لي اول، موضوع انه السباحه. ايوه السباحة دقيقه دكتور، السباحه واحد كان بيتكلم ذاك اليوم اطبائي اخصائي علاج طبيعي ممتاز، قال انه حتى لو مو شرط انك تعرف تسبح بالزبط. وجودك في المسبح، جلوسك في المسبح بيفتح المسامات، او ما يعني كم مصطلح طبي كده ما فهمت بقى. انا هقول لك على شيء، الكلام ده صح 100%. بص انت دحين مطلوب منك تمارين كثير تؤديها لكل اجزاء جسمك، انت وانت جالس معايا وانا جالس معاك انت في مقاومه في نفس الـ 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 الوضع اللي احنا فيه مع الجاذبيه ومع الـ الـ فالتحريك بيكون فيه صعوبه لو كان فيه ضعف. انزل في المويه، المقاومه المويه بتشيلك بتقلل لك نسبه العضو، فبالتالي ممكن انت مش قادر تحرك الركبه او في اليابسه وانت جالس، لان فيها كثير يعني لازم تعمل مجهود اكبر، المويه تشيل لك وتخلي تحرك لك المفاصل، فتحريك المفاصل تحريك العضلات بصفه مستمره في المويه حتى بدون سباحه بحركات معينه بتسويها او تسوي التمارين تبعتك في المويه بتشيل عنك وتخليك في ليونه زياده، فبالتالي بتبدا بتقويه العضلات، تقويه العضلات بعد كده تيجي بقى لما تطلع فوق، فبالتالي المويه بتساعدك تعمل تمارين ما تقدر تعملها بدون الماء. والله يا دكتور انا جدا استمتعت جدا جدا استمتعت بالحديث، وكان ودي انه يعني بامانه كان ودي انه كمان الوقت، بس نظام البرنامج عندنا يعني لا ما في مشكلة، ولكن لنا جلسه ان شاء الله باذن الله، لا إن شاء يعني الله. بعد البرنامج او خارج البرنامج لا إن شاء الله. الاسئله مره كثير، الموضوع ده حيوي يمس الناس كلها يعني انا اوعدك يا دكتور اذا كان عندي في مجال في الاسابيع القادمه باذن الله انا اوعدك وعد إن شاء الله. اني انا استضيفك ونحدد إيه؟ بمشاركه المشاهدين والمتابعين يعني انا ممكن اعلن قبلها بثلاث اربع ايام بالضبط، وناخذ اسئله الناس اللي بتعاني والناس اللي عندها استفسارات في نقاط معينه. بالعكس هذا بقى احسن شيء انك انت تكون على الهواء متفاعل مع المشاهد وتجاوب له على كل اتصالات. انا اوعدك باذن الله يا دكتور. شكرا الله. شكرا يا دكتور هاني عزوني، يعني تحدث عن اصابه الملاعب، عن اصابات الراس، عن جميع الاصابات المتعلقه في الرياضات والحلول الرياضية للإصابات، أهمها السباحة. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من هذه الحلقه، سنتحدث مع الزميل الاعلامي الرياضي حامد الشريف عن الملفات الرياضيه في الساحه الرياضيه السعوديه، من ملف دوري جميل، من ملف الانديه، من ملف
اللاعبين، ملف الملف المستحدث أخيرا أو الملف الحديث أخيرا، ملف والمهم في الشارع الرياضي خاصة الأندية، وبعض الأمور التي تخص الشارع الرياضي. أهلا وسهلا، حياك الله، يعطيك العافية، صباح الخير. صباح النور. هلا حياك. قبل ما نبدأ في الدوري والأندية، خصخصة الأندية يعني الكل تفاعل معها بإيجابية والكل امتدح هذه الخطوة، ما رأيك في هذه الخطوة؟ طبعا خطوة أكيد هي خطوة إيجابية ومطمع لكل الرياضيين، يعني كلنا كنا ننتظر اللحظة هذه اللي ندخل في جو الخصخصة، لأنه طبعا الاحتراف ما يكتمل إلا بدخولا لمرحلة الخصخصة. الفرحة هذه يعني طبعا مبررة، لكن الأجواء الظروف قد لا تكون يعني ملائمة بالدرجة الكافية يعني، لكن إن شاء الله نطمح إنه نتجاوز كل المعضلات، كل الأشياء اللي ممكن يعني تقلل من استفادتنا. الإيجابية اللي ممكن يترتب عليها ملف الخصخصة، طبعا أكبر إيجابية إحنا قضية الديون اللي موجودة في الأندية واللي تفاقمت وصلت إلى مرحلة يعني لا يمكن يعني السكوت عليها. هذه من أكبر المشاكل اللي ممكن إحنا نتجاوزها بمرحلة الخصخصة، لأنه إذا دخلنا في عالم الخصخصة يصبح النادي عبارة عن شركة ربحية، الشركة هذه لها مجلس إدارة ولها مسؤول مالي. حنخرج من إطار العشوائية اللي كنا عايشين فيها في الأندية، يعني كانت الأندية كلها تدار بطريقة عشوائية بناس مجتهدين، يعني الرئيس والأعضاء الإدارة كلهم ناس مجتهدة، وناس تمر على النادي مرور الكرام، يعني تمر سنة سنتين أقصى شيء 4 سنوات وترحل وتترك النادي بديون وبمشاكله بالقضايا هذه كلها. لا، إذا تكلمنا عن الخصخصة فإحنا انتهينا من المشاكل هذه كلها، لأنه ما هو معقول أصلا أنه حيكون شركة ومجلس إدارة وشركة طبعا أكيد ربحية. يعني ممكن كمان يجيك المستثمر يشتري النادي ويخليها كشركة، يعني همه ربحيا ما همه التطوير. طبعا أنت حتدخل في أشياء مهمة جدا نشوف إحنا في الأندية الغربية وكذا، حتى في شراء وبيع اللعيبة لما يكون النادي استثماري أو شركة، غير لما يكون نادي بالوضعية اللي إحنا عايشينها الآن. الآن أنت محكوم بآراء الجمهور، محكوم بالمجلس، بأعضاء الشرف، أشياء كلها تدار بطريقة عاطفية. إذا إحنا دخلنا في الخصخصة حنتكلم بطريقة مختلفة تماما، لأن النادي ممكن ينتج لعيبة من الشباب من الناشئين ويقدمهم وبيعهم ويستفيد منهم ماليا. كذلك لما نيجي بالنسبة للاعب انتهى عمره الافتراضي، حينظر له من ناحية استثمارية، أنا في التوقيت هذا لازم أبيع اللاعب، لازم أنا أتخلص من اللاعب في هذا التوقيت لأني أنا أخذت ثمرة هذا اللاعب، انتهيت منه، فلازم أنا أسوقه. قضية مختلفة تماما عن الوضع اللي أنت شايفه الآن. إذا دخلنا في الخصخصة حيتغير شكل الرياض السعودي، لكن هذه النقطة التفاؤلية. لكن طيب من أكثر المستفيدين؟ خلنا أقول لك بس سمير على نقطة مهمة جدا، هذا التفاؤل اللي احنا نعيشه اذا التجربه نجحت وصلنا للمرحله انه اصبح عندنا 14 شركه تدير 14 نادي، انتهينا من الموضوع هذا. لكن احنا حتى نصل للمرحله هذه اكيد في معوقات ممكن توقفنا او تفرملنا شويه، تاخر الاستفاده الحقيقيه. لابد انه تكون الاجواء كلها مهيئه. انا ودي اشير نقطه مهمه جدا هنا، قبل أنا ما أحول الأندية إلى أندية شركات وأندية تنافسية في المجال التجاري، لازم أهيئ كل الظروف اللي تخلي لي المناخ مناخ استثماري، مناخ تقبل عليه الشركات. لازم يكون عندي أجواء استثمارية. خلاص دخلنا في موضوع تجارة الآن، أصبحنا ما هي كورة الوحدة الآن، كورة زائد تجارة. هل المناخ العام مناخ تجاري؟ هل أنا كمستثمر كشركة أقبل على شراء نادي وأنا ضامن أني في النهاية أدخل في معمعة أو في أجواء استثمارية حقيقية ما فيها ما تشوبها شائبة؟ عشان كذا مفترض أننا إحنا نسعى أننا البيئة تصبح بيئة استثمارية حقيقية، من ناحية تحكيم، من ناحية اتحاد سعودي يدير اللجان، كل الأمور التي تتعلق بكرة القدم. لازم نخرج من إطار العاطفة والتعصب للأندية والكلام هذا كله، لازم نبعد عنه وندخل في أجواء ثانية، أجواء تجارية وأجواء تنافسية. حنرفع قيمة الأندية، حنخلي المستثمر يقبل عليها ويقبل بالسعر اللي إحنا نحدده، لأنه يصبح مجال استثماري رائع. لكن إذا إحنا استقطبنا المستثمر في الأجواء
اللي احنا شايفينها وعايشينها الان، حتى لو قدرنا نسوق ما حنسوق بالقيمه اللي احنا طرحينها، بالقيمه اللي احنا نبغاها اذا حصلت. طيب من اكثر المستفيدين من موضوع الخصخصه؟ طبعا اكبر المستفيدين بالدرجه الاولى هي الانديه، الانديه حيكون وضعها افضل بكثير، لانه الانديه الان تعاني وفي القادم من الايام حتعاني اكثر لو ما دخلنا في موضوع الخصخصه، لانه الديون قاعده تتفاقم، الديون قاعده تزيد كل سنه، احنا ما احنا قاعدين نتقدم للامام في الديون، قاعدين نرجع للخلف، كل سنه يضاف نادي مديون اكثر. اجور اللاعبين في ارتفاع، اجور اللعيبه، لانه العمليه كلها تقاد بعاطفه، قيمة اللاعب مرتبط بالعاطفة، النادي الفلاني ينافس النادي الفلاني على لاعب معين بعيدا عن ممكن النادي الثاني ما يبغاه بس قاعد بيرفع، بس مجرد انه بيرفع قيمة اللاعب هذا، او انه اللاعب هو الكسبان في الاخر طبعا. لكن احنا ككرة سعودية او احنا ك يعني متابعين ايش الاستفادة؟ قيمة هذه حصلت في تقريبا في البرتغال، حصلت المشكلة هذه، كان قيمة اللاعب في البرتغال عالية جدا تفوق مستوى اللي تأثرت الكرة البرتغالية كلها، دخلوا في طور ثاني انهم حاولوا بشتى الطرق انهم يسوقوا لعيبتهم خارج البرتغال وخفضوا اسعار اللعيبة في داخل البرتغال، حتى استطاعوا خلال كم سنة انهم يقضوا على المشكلة هذه. احنا الان قاعدين نعيش نفس المشكلة تقريبا، اجور قيمة اللاعب مرتفعة، مستوى الفني منخفض جدا، ما في عندنا حتى في عقودنا مع اللعيبة ما احنا قاعدين نضع شروط أو جزئيات اللي تضمن لي انه مستوى اللاعب مرتبط بعقده، مرتبط بالقيمة حقته، المبلغ اللي قاعد ياخذه، وهذا مخلي المشكلة تتفاقم. يعني احنا اعطيك مثال، لاعب زي نواف العابد من اميز وافضل اللعيبه على مستوى المملكه العربيه السعوديه، ما حد يجادل ولا ما حد يختلف عليه، يختلف عليه انه من افضل لعيبه الوسط، لاعب مؤثر بكل ما تعني الكلمه. لاعب مثل هذا ياخذ طبعا عقد، يعني عقد يوازي قيمته الفنيه، لكن على ارض الواقع غيابه في المباراه الاخيره اثر على فريقه، لو استمر هذا الغياب لمباراه الاهلي حيأثر تاثير كبير على فريق الهلال، اذا تاثر اذا غاب عن الهلال وتاثر الهلال حيتاثر تبعا لذلك المنتخب، واللاعب ايضا على واللاعب حيفتقد حساسيته طبعا، لانه التمارين مو زي المباريات، معناته هذا اللاعب مو قاعد يمارس الاحتراف الحقيقي، هو قاعد ياخذ مبالغ جيده لكن في نفس التوقيت قاعد يلعب بطريقه مختلفه، قاعد يؤدي بطريقه مختلفه ما توازي، بينما شوف برا هناك تجد انه مستوى اللاعب واحد، في انضباطيه ما هي طبيعيه، يعني مستحيل تجي تلقى رونالدو والله مسافر فرنسا في عز الدوري وتارك الفريق فرضا، او انه متغيب لسبب او لاخر، هذه الامور ما نشوفها، احنا ما نشوف الا لاعب متغيب بسبب فني بس او اصابه صح، اما غير كذا، لكن هذه الاشياء فين نشاهدها عندنا احنا. طيب وفي النهايه يجي ويلعب ويلعب المباراه الجايه ولا كانه حصل حاجه، هذا يخلي لاعب غيره هنا وهنا وهنا يقوم بنفس التصرف، ما عندنا عقود قوية. طبعا هذه كلها لها علاقة بالخصخصة، لو دخلنا في مجال طب الخصخصة. أنا أقول لك حاجة، أنا نواف العابد حننتهي من المشكلة هذه، لأنه الشركة أنا اليوم الصباح قبل ما أدخل الاستوديو الصباح قاعد أتصفح في تويتر في الأخبار، شفت والله ما أفتكر إيش هي الصحيفة، شفت أنه مكتوب صورة نواف العابد تحت دياز هو مدرب الهلال، أيوة. يعود نواف العابد لتدريبات الفريق الأول بعد الإجازة التي منحها مدرب الفريق دياز. طيب نواف كان متغيب ولا كان في إجازة من المدرب؟ هذا سؤال. أي هاي ما نعرف، في كل الأحوال خطأ الرائد من الفرق القوية جدا في الدوري، لا أحد يقول أنه الهلال كان يلعب مباراة الرائد تحضير مباراة الأهلي، الكلام ده مو صحيح، الهلال يلعب مع الرائد كمنافس وكفريق قوي جدا، من أقوى الفرق الآن اللي موجودة، من أقوى فرق الوسط الرائد، كل مبارياته صعبة اللي يلعبها، الهلال كان يلعبها لازم كامل قوته، كيف انا العب مباراه الهلال بدون نواف العابد؟ اذا انا اعطيته كمدرب اجازه في عز المعمعة فهذا خطا، اذا الاداره سمحت بهذه الاجازه خطا، اذا اللاعب تغيب من نفسه هذا خطا، كل هذا مو احتراف. لو دخلنا في عالم الخصخصه وشركه ما في الكلام هذا. ما في انت اجير وتاخذ اجر وتقدم لي عمل في مقابل هذا الاجر. اي اخلال حيصير بيني وبينك عقد، يتاثر العقد هذا باي اخلال هنا. فهذه نرجع لموضوع الخصخصة، إذا طبقت الخصخصة وأوجدنا المناخ الجيد لتطبيق الخصخصة بإذن الله أن حننتهي من القضايا هذه، حننتهي من المشاكل هذه كلها. وعندنا شاهد احنا في مجال آخر زي تخصيص الاتصالات، كيف كانت الاتصالات؟ صح، كانت كارثة صح، بعد ما دخلنا في التخصيص أصبح شيء مختلف تماما،
نسينا احنا كيف كانت لها. صح. فهذا هو بس ضروري المرحله هذه اننا نبعد الخطوه الاولى. الخطوه الاولى لازم نبعد العاطفه، نبعد التدخلات، لانه يقول لك الشيطان دائما يكمن في التفاصيل. احنا ممكن العنوان الرئيسي خصخصه، لكن في التفاصيل ما هي خصخصه. صح. نشتغل الخصخصه ابعد عن العاطفه ابدا، اتجه الى طريقه تجاريه. يعني انا اسوق النادي الاهلي على انه النادي الاهلي بقيمته الفنيه وبقيمته التاريخيه وكذا، ما احاول اني انا لسبب او لاخر اقلل من قيمته وارفع ان قيمه النادي هذا او كذا، لانه اقول ما دخل الميول ابدا. اذا كان انا ابغى انتقل الى عالم اخر، لانه انا الفتره دي فتره حرجه، لو استطعت اني اتجاوزها بطريقه رائعه حاجني الثمار مستقبلا، اذا تجاوزتها بطريقه خاطئه حاظل اعيش نفس المعنى. اعطيك مثال بالنسبه للاتحاد السعودي، الفيفا لما طالب انه الاتحادات المحليه لابد انها تكون مرتبطه بالفيفا وبعيدة بعد كامل عن الارتباط الحكومي. الشيء ذا لو طبق كما تريد الفيفا، هل كانت النتيجة بالطريقة اللي احنا عايشناها 4 سنوات وحنعيشها 4 سنوات قادمة؟ ايش المشكلة؟ لأننا احنا نتدخل في التفاصيل بطريقة عاطفية ما لها علاقة بالاحترافية المطلوبة. ننفذ بطريقة احترافية نجني الثمار الحقيقية، ندخل العاطفة. الموضوع هذا طويل يا أستاذ حامد، ولكن خلينا ندخل على الموضوع الأهم والملف الأبرز. يعني الاتحاد أولا أصبح رابعا، النصر متصدر مع الهلال، يعني ترتيب الدوري هلال ونصر واحد، يعني هلال ونصر 21 وأهلي والاتحاد 19. كيف تشوف يعني التركيبة هذه؟ والله اتفقوا يعني الجيران اتفقوا، الاهلي والاتحاد متعادلين في النقاط والهلال والنصر متعادلين في النقاط. طبعا شوف، افضل سيناريو ممكن انت تعيشه للدوري السعودي انه يكون عندك الخمسه الكبار متصدرين للدوري السعودي، ما في افضل من هذا السيناريو. نصر، هلال، اتحاد، اهلي، شباب يكونون في مقدمه الدوري، هذا افضل سيناريو ممكن انت تفكر فيه. من جانب ثاني، افضل شيء في المجال التنافسي انه يكون عندك فرق في المقدمه قريبه من بعض عددها لا يقل عن 4 5، وعندك فرق في المؤخره قريبه من بعض عددها لا يقل عن 4، وباقي الفرق تكون في الوسط. هذا الشكل الرائع للدوري. الان الى حد الجوله 9 قاعدين نشوف السيناريو هذا متحقق على ارض الواقع. عندنا 4 فرق من افضل الفرق في المملكه من الانديه الجماهيريه متصدره، الفارق النقطي كله لا يتجاوز نقطه ولا شيء ولا شيء، شيء رائع جدا. الان الحين حتبدا لعبه الكراسي الموسيقيه. في الجولة القادمة ممكن تجد الاتحاد ممكن يرجع مرة ثانية للصدارة بسهولة جدا، يعني ممكن الهلال يستمر، ممكن النصر يرجع الهلال وراء، ممكن الأهلي يقفز إلى الأمام. حتظل تعيش الأجواء الرائعة هذه على أقل تقدير 4 5 جولات قدام وانت جالس تترقب، بينما الدور الماضي اللي قبله كان تقريبا من الجولة هذه احنا بدأنا ندخل في فريقين متنافسين. هذه قاتله، يعني قاتله حتى للمتابعه، للقيمه صح. التنافسيه، القيمه الشرائيه، القيمه الجماهيريه، هذه كلها ما هي جيده. فاحنا نتكلم عن وضع رائع، نتمنى انه يستمر الى اخر الجولات، ان يكون الفرق الكبيره هذه في المقدمه، والامر مرشح لو تنظر للمباريات القادمه لكل فريق. احنا موعودين الدوري هذا بمنافسة رائعة جدا، على أقل تقدير أنا أكد لك أنه ما هو أقل من 4 5 جولات قدام وانت حتعيش الأجواء هذه. طيب خلينا نبدأ بالنصر. يعني النصر استبعد حسين عبد الغني وعبد الله العنزي والفريق ماشي، يعني قبل ما ندخل فنيا تصاري. قبل ما ندخل فنيا عن النصر، احنا بناخذ الأربعة والخمسة الفرق على حسب وقت البرنامج. قبل ما ندخل فنيا، ايش رايك في خطوه انه المدرب يقول لهم انا صاحب القرار، ما حد يتدخل في عملي، انا احط اللي احطه، ارجع اللي ارجعه، انا حاسبوني اخر الموسم او حاسبوني بعد كل مباراه. النصر قاعد يمشي صح. سمير، النقطه هذه او الشيء اللي قاعد يقوم فيه مدرب النصر، يعني انا اعتبرها تجربه، يعني مفترض انه الكل يراقبها والكل يستفيد منها، كل الانديه. انا ايش الفائده اني انا اجيب مدرب عالمي بسي في رائع جدا واجي انا ما اعطيه الصلاحيات، ايش حستفيد منه؟ وفي النهايه اقيله واقول لك هو ما يصلح. مين اللي ما يصلح؟ هو ولا اللي اقاله؟ انا جبت مدرب مفترض اني اعطيه كامل الصلاحيه، كامل الصلاحيه اعطيها للمدرب.
أهم صلاحية يحتاجها المدرب أنه يحدد من يلعب بناء على أدائه وانضباطيته، انضباطيته الفنية، انضباطيته الأخلاقية، الانضباطيات بشكل عام. بشكل عام لما أنا أعطي الصلاحية للمدرب هذا وأسمح له بأنه هو ينفذ الاستراتيجية حقته هذه ويبعد من يبعد ويستقطب من يستقطب، أنا هنا قطعت، أنا بالنسبة لي أعتقد أني قطعت نصف المشوار. وهذا اللي حصل، النصر تأثر لما استبعد حسين عبد الغني. لا، حسين عبد الغني كان وصل مرحلة من السن، طبعا تاريخ حسين عبد الغني ما ننكره، ولاعب قدير ولاعب يعني من أساطير المملكة العربية السعودية، هذا الكلام كله تاريخ نضعه على جنب، لكن الواقع الآن الواقع يقول أنه آخر سنتين حسين عبد الغني صار يقدم مستوى في الهجوم لكن عنده مشكلة في الدفاع، أصبح في عبء كبير على دفاع النصر في وجود حسين عبد الغني. مين اللي كان يلاعب حسين عبد الغني؟ نرجع للعاطفة، العاطفة هي اللي أبقت حسين عبد الغني يلعب حتى الفترة هذه. جاء المدرب تصرف باحترافية، قال لك حسين عبد الغني أنا ما يخدمني. ترى أنا ما أتوقع إنه المدرب استبعد حسين عشان مشاكل يعني إنه عدم. لا أنا ما أتكلم، أنا أتكلم أيوة بشكل أنا كاسم حسين عبد الغني. أنا أتوقع إنه كم المدرب نظر لحسين عبد الغني إنه يسبب له مشكلة في الدفاع. لأنه حسين عبد الغني في السنتين الأخيرة ما صار يقدم نفس المستوى اللي كان يقدمه في السابق. قدام أوكي، لكن في الخلف أصبح فيه مشكلة. فأنا بالعكس أنا أشوف أنه المدرب لابد أن يعطي الصلاحية كاملة، المدرب اللي يروم النجاح ويبغى ينجح لابد أنه ينفذ هذا الكلام، ولابد أنه يخلق تنافسية بين اللعيبة على المراكز. التنافسية هذه لن تخلق إلا بأنه يلعب الأفضل، اللاعب اللي يقدم الشيء اللي أنا أبغاه. كمان حتى أحيانا معلش أني أطول عليك، أحيانا أنا كمدرب ألعب لاعب مستوى أقل. ليش ألاعبه؟ ألاعبه لأنه منضبط تكتيكيا في الملعب، ينفذ الشيء اللي أنا أبغاه، يؤدي زي ما أنا أبغى. في لاعب مستوى ممتاز لكنه في الملعب مو منضبط، ما ينفذ الخطة اللي أنا أبغاها، ما يؤدي الأدوار اللي أنا أبغاها. أنا كمدرب ما أحتاجه برا، أجيب لاعب ثاني يؤدي لي بمستوى أقل لكن بانضباطية أكثر تكتيكية أستفيد منه. فأنا أرى أنه المدرب يعطى كامل الصلاحية، وبالعكس أنا أحفزه على أنه ما يجعل اللاعب يضع رجله في الملعب إلا يستحق وفق رؤيتي أنا، وفق الخطة اللي أنا أشتغل فيها مع الفريق. فنيا كيف تشوف النصر؟ النصر إلى الآن طبعا ما وصل للمرحلة اللي تأملها جمهور النصر، لكن هو سائر بمستوى تصاعدي. المدرب ممتاز جدا، المدرب نستطيع أننا نعول عليه إذا أعطي الثقة وسمح له انه يمارس استراتيجيته بالطريقه وبالمنهجيه اللي هو يساعد الشباب. اي طبعا، هذه نقطه انا كنت بتكلم عنها سمير، انا عجبتني كثير توظيف اللاعبين الشباب اللي هم لاعبين المنتخب السعودي عبد الرحمن الدوسري وسامي النجعي. وسامي النجعي توظيفهم في الفريق، هذه من الاشياء والله الاضاءات الرائعه جدا في الجوله التاسعه هذه، وكلها طبعا مو مباراة يعني عادية، يعني مباراة احترامنا لجميع الفرق، ولكن كلاسيكو يعتبر طبعا مباراة قوية جدا. وفي مركز ايش انا لعبت عبد الرحمن الدوسري، لعبته محور عادة المحور في النصر يلعب عبد العزيز الجبرين ويكون معاه عوض خميس، اثنين يساندوا بعض ويشيلوا وسط زي النصر. ما حصل بقاطعك هنا، زي ما حصل مع بصاص في البداية، بصاص فهد المولد فتاح، الآن يحصل مع لاعبين النصر، يحصل مع السميري لاعب الاتحاد اللي نزل في مباراة كبيرة زي الهلال. لكن أنا أرجع أشوف عبد الرحمن، صح كلامك، عبد الرحمن لاعب في مركز حساس جدا، مركز المحور، مو أي لاعب يقدر يلعب في مركز المحور، صح، مركز خطير جدا يكشف لك الفريق كامل، لأنه هو السادر الأول، هو حلقة الوصل بين المدافعين والمهاجمين، حلقة الوصل الأول بين الدفاع. يعني إذا ما كان عندك المحور جيد، المحور الدفاعي حينكشف دفاعك. لما أنت تلعب لي لاعب عمره 19 سنة في المركز هذا وتشيل عنه عوض خميس ترجعه ظهير أيسر، يعني أنت وضعت اللاعب في اختبار قوي جدا حقيقي. اللاعب برز في المباراة وكان علامة فارقة من ضمن طبعا عدة أسماء ظهرت. قرب مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا للشباب هو كمان كان له دور كبير في اللاعب، إنه اللاعب لسه عايش أجواء المباريات الجماهيرية. أنا خرجت من المباراة كسبت لاعب. الآن الكرة السعودية كسبت عبد الرحمن الدوسري، لما خرج من المعترك هذا عبد الرحمن الدوسري وحقق نجاح في ظل الأجواء اللي أنا كلمتك عنها كلها، معناته أنا كسبت لاعب، معناته النصر في المباراة هذه مو حقق ثلاثة نقاط، حقق أشياء كثيرة جدا. طيب ممتاز. نخرج من النصر نروح للهلال بشكل سريع. الهلال طبعا السنة هذه مع تغيير المدربين ومع الوضع الحالي، الهلال كان عنده مشكلة
واظن انها لا زالت مستمره. الهلال يلعب كوره في وسط الملعب، يدور الكوره في وسط الملعب طول المباراه، هو الكوره قاعده تدور في وسط الملعب، لكن للاسف ما تدخل منطقه ال 18 على هيئه هجمه خطره جدا او مشروع هدف. هذه المشكله بدات من السوبر، يلعب في الوسط تشوف لعب رائع ممتاز في منطقه الوسط، جلسه تدور الكوره بشكل رائع وثنائيات وثلاثيات وكذا، لكن في الشق الهجومي في داخل منطقة ال 18 نفتقد الكرة الخطر. البريك والشهراني ما لهم دور؟ الآن رجع الشهراني، طبعا ما كان موجود هو كأطراف يعني في الأطراف، ما كان موجود بداية الدوري، بدأ يرجع. لا زال الهلال طبعا لما رجع الشهراني تغير المدرب، دياز مدرب جديد الآن لسه ما يعرف حتى الكرة السعودية، ما يعرف اللعيبة، لعيبة الهلال قاعد لسه قاعد خطوة بخطوة يمشي. أنا أتوقع الهلال على معطيات اللعيبة اللي موجودين عنده أتوقع حيكون منافس شرس قوي، لن تستطيع استبعاده من المنافسة، ولكن قدام عنده مباراة قوية جدا مع الأهلي، كيف حتنتهي؟ حيفوز الأهلي، حيفوز الهلال، فين حنوصل في المباراة هذه؟ كل هذه المعطيات حتأثر على الهلال مستقبلا، لكن كأفراد مفترق طرق مباراة الهلال مع الأهلي عنده مشاكل في الدفاع. يعني نقول مفترق طرق مصغر مباراة الهلال والأهلي. أنا في ظل الأجواء التنافسية اللي تكلمنا عنها ما تقدر تقول مفترق طرق، كل الفرق الآن تستطيع تحمل هزيمة، الهلال يستطيع تحمل الهزيمة من الأهلي، والأهلي كذلك، لأنه الفارق النقطي قريب. دامك دخلت على الأهلي يلا. هذه حلاوة الدوري. أعطينا الأهلي. أعطينا الأهلي فنيا. الأهلي طبعا أيضا مستوى متصاعد، قاعد يقدم، عنده إشكالية طبعا في الدفاع واضحة، لأنه غياب ألف تيل وتعويضه ب سعيد الربيعي وفي عقيل بلغيث، عقيل بلغيث تعويضه بعقيل، وعقيل له فترة طويلة يلعب ظهير، ومشكلة اللي احنا نعاني منها المزمنة في الظهير، هذه كلها تخلي لك الأهلي لا زال يعني ما هو. طبعا ما نحكم على مباراة الباطن، مباراة الباطن استثناء بحكم أرضية الملعب، بحكم يعني الأجواء المحيطة بالمباراة، خصوصا قدوم القروني أول مباراة يلعبها، هذه الأشياء كلها تخليك ما تحكم، لكن الأهلي عامة منافس قوي جدا، متوقع انه في القادم من الايام، لانه عنده دكه قويه الاهلي، عنده لعيبه على الدكه مرعبه يعني، في القادم من الايام تتوقع انه الاهلي حيحقق اشياء كثيره، هو اتوقع انا رؤيه انه اللي حيصمدوا للنهايه اتوقع ثلاثه فرق، النصر والاهلي والهلال، لانه عندهم لعيبه، عندهم مدربين على مستوى، في الاجواء المحيطه بالفرق هذه الثلاثه قويه جدا وحتساعدهم انهم يسلموا. لسه بعت الاتحاد؟ الاتحاد انا ما استبعده، فريق جيد ترى قاعد يقدم مستوى رائع. الاتحاد عنده مشكله في الدكه، ما عنده لعيبه احتياط، يعني الاتحاد لو خسر فهد المولد ما عنده لاعب يعوض فهد المولد، لو خسر الانصاري ما عنده لاعب يعوض الانصاري، لو خسر معتز تنبوكتي ما عنده لاعب يعوضه، بس الدفاع بالقوه بس حامد شكل حامد معتز تنبوكتي غايب وطلع عبد الرحمن السماري وابدع شاب صغير وكذا ممتاز انت يعني انت بتقول ذكرت نقطه مهمه انه الفرق اللي انت بتقول بتراهن عليها انه بما يعني لانه عندها دكه بس الاتحاد ما عنده دكه يعني الهلال الاتحاد ممكن ما يروح بعيد في الدوري لا الاتحاد متوقف على الظروف اللي الظروف حتساعده او حتقف ضده طبعا الاتحاد في نقطه مهمه ايجابيه في صالحه المباريات المتبقيه للاتحاد افضل فريق في المباراه المتبقيه يبقى له اقوى مباراه يمكن الاتفاق يبقى له القادسيه الاتفاق الفتح الفيصلي المباريات هذه قياسا بالهلال بالاهلي بالشباب بالنصر طبعا اقل عنده فرصه من خلال هذه المباريات انه يتقدم للامام الاتحاد انا اقول لك حيكون منافس في حال انه الظروف خدمته ما تعرض لغيابات مؤثره من لعيبته، لكن اذا تاثر بغياب لاعب او اثنين او ثلاثه من الركائز الاساسيه اللي موجوده عنده يقينا حيتاثر الاتحاد، ما عنده البديل اللي حيعوض يعني. الجوله السابقه تلخصها في مانشيت ايش؟ انا بالنسبه لي اشوف انه النصر استحوذ على الاضواء من حيث مشاركه اللاعبين الشباب، من حيث منح الصلاحيات الكامله للمدرب. التقدم للامام وانت في مباراه في يعني انت في مباراه تنافسيه مع المتصدر تزيح المتصدر وتتقدم عليه وتعيده للمركز الرابع هذه كلها انا اشوف ان النصر هو كان فارس الرهان في الجوله التاسعه اعطيني ارقام الاهلي والهلال توقع والله انا اشوف انها اقرب للتعادل النصر والتعاون النصر الاتحاد والقادسيه الاتحاد وحده وخليج
ممكن تكون تعب، المباراة صعبة، مع أنه الوحدة مهيئة أكثر. اتفاق والفيصلي؟ اتفاق والفيصلي؟ لا، الاتفاق. الرائد الشباب؟ الرائد الشباب لعبت؟ لا. الرائد حيلعب مع الرائد والشباب. الرائد والشباب. الرائد والشباب. الرائد والشباب؟ ايه، يوم 26 نوفمبر يوم السبت. قادسية والاتحاد، الرائد والشباب، يوم الجمعة الأهلي والهلال، التعاون والنصر، الباطن والفتح، يوم الخميس الوحدة والخليج. صادق، أنا رحت، أنت دخلت في بالنسبة للرائد والشباب. أنت دخلت في الشباب والوحدة. الشباب والوحدة أنا صار عندي. بالنسبة للرائد أنا وجهة نظري أشوف أنه فريق قوي جدا، ممكن يكون كلها صعبة، حتى مع الأهلي ممكن يكون ند عن يد للسامي. أنا أتوقع أن الرائد ند عن يد كل الفرق. أنا توقعي أنه الرائد مبارياته لن تكون سهلة لكل الفرق. الجولة القادمة ماذا تعنونها؟ كلاسيكو الهلال والأهلي ولا كسر العظم؟ فهد الزهراني يقول كسر العظم. أنا ما أتوقع أنه كسر عظم، لأنه لسه ما عدينا الجولة 15. طبعا بدري، والنقاط قريبة من بعض، الفرق ما هي بعيدة، حتى اللي يخسر أنا وجهة نظري لن يبتعد في ظل المعطيات هذه. أخيرا يا أستاذ حامد، أنا تشرفت فيك. قبل ما نختم، تبى تقول توقع، تبى تقول شيء، تبى تقول شيء في خاطرك؟ انا في شيء في خاطري ونقطه، لانه عندي دقيقه ونص يمكن، او دقيقتين او ثلاثة دقائق. طيب انا في نقطه مهمه انا كنت ابغى اتطرق لها. بالنسبه للجوله الاخيره لعبت ثلاث مباريات، اللي هي مباراه الاهلي والباطن، الهلال والنصر والاتحاد والهلال والرائد. المباريات هذه كانت كلها مهمه، والكل كان يعني يبغى انه يتابع المباريات هذه ويشوفها. اي متابع كره ويستمتع بكره القدم يتمنى انه يشاهد مباراه الهلال ومباراه النصر. احنا وضعنا المباريات هذه كلها في نفس التوقيت بدون سبب مقنع. يعني ايش كان يمنع لو انا خليت مباراه مثلا الاهلي والباطن لعبت في فتره العصر، ومباراه الهلال والرائد في المنطقه الفاصله في الوسط هذا بعد المغرب فرضا، واخرت مباراه النصر والاتحاد وخليتها في النهايه؟ مردود الترتيب هذا لو لعبت بهذه الطريقه المباريات الثلاثه، ومنحنا فرصه للجمهور انه يشاهد كل المباريات الثلاثه. صح، النقطه اللي جاتني دحين من الاخوان يقول لك لما يكون انه عشان تنسيق المنتخب، يعني اكثر لاعبين المنتخب هلال نصر جيد الاتحاد. تنسيق المنتخب في الايام، في الأيام. انا لعبتها كلها. انت قصدك في التوقيت بدل الساعه 8 الساعه 6. ايوه، ليش انا زي ظروف الاهلي والباطن في الباطن في الحفر، الجو اجواء بارده جدا، كان ممكن سهله بسهوله جدا انها تلعب في العصر. ليش انا ما لعبت المباراه هذه بدري وتركت للجمهور انه هو يستمتع بمشاهده الثلاث مباريات؟ شوف يا حامد، عندك ناخذها واحده واحده. الجوله القادمه الاتفاق والفيصلي والوحدة والخليج في نفس اليوم، بس الاتفاق الساعة 5:30 والوحدة الساعة 47 دقيقة. ممتاز. حلو؟ ممتاز. طيب نيجي يوم الجمعة، عندنا كم مباراة؟ عندنا ثلاث مباريات، باطن فتح، تعاون نصر، أهلي هلال. الساعة الباطن والفتح الساعة 45، الساعة 47، الساعة 8. يعني يمكن هذه الجولة اللي حصل فيها. هي الجولة هذه، بس ايش انت برر لي الآن؟ ايش اللي يدفعني أنا كلجنة مسابقات اني اضعها؟ عشان تشتري ثلاثة تلفزيونات تحطها قدامك تتفرج على الثلاث مباريات. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا حامد الشريف، اعلامي رياضي، كان متحدثنا عن يعني الاجواء والملفات الرياضية في الاسبوع الماضي في الساحة الكروية السعودية. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل برنامج صباح الرياضية من تلفزيون جدة. الى اللقاء.